أيام منذ هذه الليلة بعد صلاة المغرب وفي الساعة السادسة على قناة دبي ريسنج. نتمنى من الجميع متابعة هذا المزاد والذي يحتضن العديد من الزمول ونخبة من الزمول والسلالات من سلالات عريقة وكذلك من محمية مرغم الكبيرة. نتابع مع حضراتكم مجريات وناموس هذا الشوط للمهجنات الأصائل مباشرة إلى قمة الشوط وإلى المركز الأول، وهنا تتواجد اليازي على صدارة الشوط سالم بن عبد الله الفهيده المري اللي يتقدم نحو المركز الاول ويقود المسار، بينما المركز الثاني ننتقل مباشره الى ندى. من يحتل المركز الثاني؟ عيسى بن محمد بن جبر المهيري في ثاني المراكز في هذه اللحظات. اما المركز الثالث وصلت من خلاله فوايد سعيد بن فايل بن حمد الزرعي يتواجد يحتل المركز الثالث. ننتقل بحضراتكم إلى رابع المراكز، والمركز الرابع نشوف هذا البعد الكبير الذي تقدمت من خلال هذه الأبكار وسارت نحو صدارة الشوط، بينما المركز الرابع في هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء وصلت غادة ومحفوظ من خميس الجنيبي يتواجد على المركز الرابع. المركز الخامس هناك تقدم من قبل الكورة خالد بن سعيد بن فرحة الاجتبي يتواجد خامسا، بينما المركز السادس وصلت إلى نجدة سعيد بن سهيل بن بطي المهيري يتواجد سادسا. أما المركز السابع إذن هذه في المركز السادس شواهين محمد أو راهيل محمد بن سهيل بن هويمل العامري يحتل المركز السادس في هذه اللحظات، وهناك تواجد أسماء قوة أسماء في تحدي انطلاقة هذا الشوط. هذه اللي وصلت الآن فلك حمد بن سيف بن لاحج الهاجري سابعا. المركز الثامن نرى ونشاهد مشاهدين الأعزاء شذا حميد بن عبد الله بن دويش الشامسي. المركز التاسع من الجانب الآخر هناك للدوسري يحتل المركز التاسع، بينما المركز العاشر في هذه الانطلاقة وهذه الإطلالة وظهور هذه الشعارات وتواجد دلمة محمد بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي. هكذا يا الحبل الكريم النتيجة للنداء الأول التي تنطلق من خلاله الأبكار اللقاية ومساء اللقاية، مساء ممتع مساء جميل ومساء مميز بلا شك. عودة إلى البداية وعودة إلى صدارة الشوط، ولا يزال بن فهيدة المري يتقدم في هذه اللحظات مع اليازي. اليازي لا زالت متقدمة، لا زالت تسير مشاهدين الكرام لتحمل عنوان التحية، تحمل عنوان السلام والمنافسة في هذا المهرجان الكبير، مهرجان ضوء لسباقات الهجن، والذي يأتي بمكرمة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم لنعيش آخر أيامه آخر لحظاته في هذا المساء. ولكن أكيد أمتع الجمهور بأعداده الكبيرة ومشاركات الأخوة الملاك والمضمرين وكل من يتابع ويحب هذه الرياضة العربية الأصيلة. نعود إلى ندى في المركز الثاني لنشاهد عيسى بن محمد بن جبر المهيري يحتل ثاني المراكز في هذه اللحظة ويتقدم نحو ثاني المراكز، بينما المركز الثالث نشوف المركز الثالث لازال بن فايل الزرعي ثالثا، والمركز الرابع هناك هجوم على رابع المراكز في هذه الأثناء. هذه متعبة واصلة محمد بن سالم بن جرش الغفلي، ولكن اللي وصلت الشاهينية المتحد هنا مصلط بن شعيفان بول اثنين السبيعي. الله يا مصلط راح وانتقل الى المركز الثالث. المركز الرابع واصله هنا في هذه اللحظات تصل للصغير بن محمد بن سيف المنصوري، وصلت عتاب وخذت المركز الخامس. المركز السادس حمد بن مطر بن لاحج. المركز السابع نشاهد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي قدم لنا الحرة لتحتل المركز السادس في هذه اللحظة، ولكن المركز السابع هناك العزوم سالم بن محمد بن حران المري. عودة إلى البداية، عودة إلى صدارة الشوط، ولكن الصدارة لا زالت هناك في تحدي خطير، لا زال بن فهيدة مسيطر حتى اللحظة حتى هذه اللحظات. الله يا بن فهيدة يا اليازي 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 لا زالت متصدرة مشاهدينا الكرام، لكن يتابع بن جبر المهيري. الله يا ندى استطاعت واستجاوبت مع الندى الكبير هنا مشاهدينا الكرام. الله يا منادي وصلت ندى وياتي بن جبر المهيري، ياتي عيسى بن محمد بن جبر المهيري، ولكن فلك دار الفلك دوره، دار الفلك دوره، وياك باللاحج بدوره. يتقدم حمد بن سيف باللاحج الهاجري، وصل خذ المركز الثاني، ولكن تحاول ندى من الجانب الاخر، بينما المتحد
واصله مصلط بن شعيفان بالاثنين السبيعي بالاثنين السبيعي. الله 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 اللحظات الاخيره ندى وفلك واش المتحده ندى مشاهدين الاعزاء سلام وتحيه لهالي جميره، لكن يحاولون هالي ندى الشبه يحاول باللاحج ولكن خلاص راحت ندى بالتحيه راحت ندى بالسلام تهانينا والناموس لهالي جميره. واسعد الله مساكم ياتي عيسى بن محمد بن جبر المهيري واسعد الله مساك على الفوز والانتصار. حمد بن سيف اللاحج ثانيا مصلط بن شعيفان بول اثنين المركز الثالث المركز الرابع هنا مهاب محمد بن سلطان بن مرخان والمركز الخامس تصل من خلال عتاب للصغير بن محمد بن سيف المنصوري. هكذا يا الحفل الكريم خذت المراكز الخمسة الأولى في نشاط هذا الشوط في استعداده الكبير واستعداده الخطير والمثير. نعود إلى البداية ونعود إلى لحظات التوقيت الزمن الذي تجولت وسارت بناموس هذا الشوط في انطلاقته وتحديه، ولكن في النهاية ندى مشاهدينا الكرام تسجل لنفسها حضور في هذا الموسم بقوة في مهرجان ضوء 7 دقائق 28 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعيسى بن محمد بن جبر المهيري على هذا الفوز والانتصار. وصباح الخير يا هالي جميرة. المركز الثاني فلك حمد بن سيف باللاحج الهاجري 7 دقائق 29 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث من خلال هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء تصل المتحده لمصلط بن شعيفان بول اثنين السبيعي ب7 دقائق 30 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس للمشاهدين.